نزار نزار السلام عليكم. البارح شفت واحد الان تي في في ديال الملوري في شوف تي في، بصراحه ما عجبتنيش الهضره اللي قال، مع ان داك التصريح كان كله اكاذيب وكان كيكذب. انا دابا غادي نحاول نخدمها بعقلي، ما غاديش نحاول نهضر في التبريش، لان داك الضحك ديالي هو اللي خلاكم انكم تشوفوا فيه غير كنضحك. لذا قررت من الان في الصعيد غنحيد داك الضحك وغنهضر في المعقول. لان انت جيتي على خفله وشفتيني. انا اليوم الصراحه كنحاول نبريباري راسي وكنوجد راسي باش نرجع كيف كنت، على حقاش انا راه ماشي ما عمرني ترينيت كيف ما قالت واحد الصحفيه، قالت الملولي مع كل احتراماتي ليها من هذا المنبر، قالت الملولي علاش تحديتي واحد لا علاقه له بالسبور. انا اللي بغيت نوضح لك، الا دخلتي للتصاور ديالي ديال 2014 و2017 ولا غير ديك العام نيت غير 6 شهور اللي فاتت، غتلاقيني باني بروفيسيونيل في السبور. انا راه بعدت من السبور غير هاد 6 شهور. علاش؟ بحكم المشاكل اللي عندي والعمل اللي عندي والعائله، يعني ماشي غنبقى ديما كنتريني. هي قالت انني لا علاقه لي بالسبور، ولكن ماشي مشكل، المستقبل غادي يبين لك العكس. انا ملي ما كنبريباري راسي باش نحاول نوجد التحدي ديالي مع الملولي، لان الكومبا ديالي اللي دازت بينه وبينه الاخيره يعني بينات لي النيفو ديالو، النيفو طايح. هنا الضربه ديالو دايره كالضربه ديال الدريه، وانا تلقى معايا في واحد الوقيته اللي صراحه يعني فشلت وعييت، والمشاكل اللي دازوا عندي والتبيضيقه اللي دار لي سببت لي بزاف ديال المشاكل. هادشي اش خليته ماشي كاع انتصر عليا، امتى كيتسمى الانتصار؟ الا طيحني بالكاو، مع ان في ديك اللحظه كان باغي يضربني بالكاو بلا ما نتعمق لكم في هذا الفيلم. انت جيتي على خف لقيتيني عاد ساليت، يعني حتى السينيماتيك اللي صورتي يعني اذا تلاقيتي معايا ساليت فشلت راه دابا كنهج. كون جيتي في الاول غادي تشوف لانطريما ديال بصح. انا اللي بغيت نقول لك الملولي حاول توجد راسك. علاش؟ لانك انت اللي اعلنتي الحرب، والحرب الحرب ديالي راه ما سهلاش. اول حاجه مشيتي عند المدام اللي غتولي المدام ديالي من هنا مستقبلا، مشيتو كضرب لها في رجليها هكذا، وديك اللقطه باقا عندي حد الان. اي فوا كنتريني كنشوف ديك اللقطه انت وياها. المدام ديالي قالت لي الا طيحتي الملولي ولا صلختي الملولي فانا غادي نتزوج بك، وكتقسم بالله كتقول اقسم بالله تنتزوج بك. انا لانطريما غادي نرجع لها بهم ولا بلا بهم، لانني انا ما كنفرطش في السبور. السبور غادي يبقى معايا حتى الموت، لان ملي حليت عينيا حليت على اساس السبور، تزاديت في السبور، كبرت في السبور، كناكل في السبور، كنشرب في السبور. يعني بلا الملولي وبلا ندى حسي انا غنبقى في السبور. غير هادشي اللي داروا ليا زاد سبب ليا القوه. ملي كنشوف ندى حسي مع الملولي زاد انسبيراني على السبور، يعني ديك الجهد اللي غادي نعطي في السبور غادي نزيد ندوبلو على ثلاثه ديال الخطرات غير باش ننتقم من الملولي. والانتقام ديالي غادي يكون في اطار الكومبا، يعني باش ماشي الناس ياخذوها كتهديد ولا غنشدو في شي بلاصه. انا ما غنشدو في حتى شي بلاصه، ولكن الكومبا ديالي غتكون داخل اطار الرياضه. حقاش هادشي اللي دار ليا ماشي تهلي. الانسان كيموت على دارو ولا على ولادو ولا على بلادو. هو تقاس ليا لواحد النقطه اللي انا صراحه عطيها واحد الاهتمام الكبير، وشكون اللي هي ندى حسي. ندى حسي حبيبه ديالي، انا كنوجه لك رساله من هذا المنبر. داك نزار الهبيل وداك نزار المسطل اللي واخدين عليه الناس واللي واخدينها اللي واخداها عليا حتى انت ما بقاش غادي يكون. انا دابا غادي نبين لك وغادي نبرهن لك على الحب ديالي من جهتك. ثلاثه الخطرات وانا كنبرهن لك على الحب ديالي من جهتك، وما كتعطيهاش شي قيمه كبيره. المره الاولى بنت في عده بنت في واحد المنبر صاحبي بعد اللي هو ديال شوف تيفي، اول واحد هي اللي بيناتني مع كل احتراماتي ليها، برهنت على الحب ديالي من جهتك وما قدرتيش هذا الشيء، ورديتي عليا وقلتي لي بانني احمق بانني مسطي. المره الثانيه هو انني كنبقى ساكت. تخيلي معايا باش واحد يبغيك ويبقى مهتم بيك ومتابعك، فما دير شي لايف كيدخل يشوفك وكيشوف الصور ديالك مع ما 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 عباد الله، وكتجي ديك الغيره وبقى ساكت. هادشي راه بحد ذاته راه انجاز عظيم وتضحيه على قبلك. والتضحيه الثالثه باقي ما قلتش التضحيه الثالثه، هو اني تحديت داك عادي. سمحوا لي تريني غير بشويه. المهم الدراري كنتريني بهم. التضحيه الثالثه هو انني تحديت داك عادي من الشرف على قبلك اللي هو الملولي.
انا بغيت نقول لك بان الملول يعني صراحه داكشي اللي كان قال لي على ندى حسي خلاني نزيد نتعصب عليه. شو كان قال لي الا شديت ندى حسي كملوا من عندكم، يعني ذكر مع انثى راك عارفه شنو كيديروا. هو كان قال لي قال الا طحت في ندى حسي غندير لي داكشي اللي ما درتيش انت، وانا فين عمري تلاقيت معاه باش ندير لي داكشي اللي ما درتيش انت. انا الا تلاقيت مع ندى حسي حنا بغينا داكشي يكون حلالا طيبا، انا ما غنفسدش مع ندى حسي لان مراتي بغيت داكشي يكون في الحلال. خذها سول يعني انت غادي تكون الكومبا ديالك الكومبا. انا بغيتو غير شهر بلاتي فيزيكمون. انا عندي البوزيسيون ديال الضربه، يعني ماشي بحال شي واحد ما عارفش كيفاش كيضرب، بحال شي واحد لا علاقه له بالانطري كيف ما قال الملولي. دابا بيني وبينك انا غادي نتفق مع واحد خبيث بحال الملولي، نتفق مع على اساس الفوز. والله تنسمعك بالله نسمعك الهضره ديال الملولي. هذه كونيكسيون مهم. لا لا غير خليني نسمعو. انا راه ما كنحترم كلشي اللي كيملولي، انا راه ما كنحترموش. الملولي قال لك انا درت هادشي على ود البوز. نعلات والله وعليك انا بلات امتى وانا كنطلب التحدي ديالك. هادي شي عام قبل ما تحدى ريكو، قبل زعما ما دير البوز على ريكو. هو راه صرح بها، راه هو بعض المرات كيكذب وكينسى انه كذب وكيقول ما كيشعرش براسو حتى كيهضر على الحقيقه. انا راه شي عام وانا كنطلب التحدي ديالو بدون سب بدون شتم. هو قال لك شي عام وانا كنعيرو واش بدك اللايفات ديالو، وانا كنتحداك جبد لي انا هذا المعيور اللي كنعيرك. ورغم ذلك راه ما غيرتش عليا، رغم ذلك راه غادي نسق غادي الراس بحال ما كاين والو. وهادشي راه الديفو ديالكم نتوما، كتشوفوا واحد كذاب وما كتبقوش تحاسبوه في لي كومونتيرات، كثروا عليه الديزلايك والو 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 والو. جبد داكشي الدلائل اللي قال لك نزار، قال لك انا كنسبوه في اللايفات ديالي، هو جبد لي اللايف اللي كنسبك فيه. الله يرحم لكم بها الوالدين الخوت. سيروا دابا لاشين ديال الملولي انفو يدير شي فيديو كثروا ليه الديزلايك والو. جبد الدليل اللي قلتي على نزار انني كنعيرو وانني كنسبو، هو هادشي ماشي حشومه. وقال لك عاوتاني انا كنصوني عليه وكنسبو. وفين كتجاوب انت اصلا؟ الله يهديك فين عمري صونيت عليك؟ صونيت عليك واحد المره ملي درتي ديك التمثيليه انت وداك ولد طنجه، قال لك زعما مشى عنده وتحاموا عليه. يعني اول حاجه مازال كون درتيها مع نزار التمثيليه، كون درتيها مع نزار جات معاه في ديك الوقيته راه كنت اون فورم سبورتيف. دابا الحمد لله راه بديت كنرجع، فراه جات معايا. انت درتيها مع واحد الدري كدريه مناجير سميت بلا ما تسمي بلا ما تسمي بلا ما تسمي بلا ما تسمي داك المناجير كي قال لك اصغر مناجير فيه غير الكرش، اش غادي تتحدى فيه هذاك؟ الله يهديك الملولي. ماشي مشكل المناجير ديالي انا هو منعم الزروه ولا شي كيدير، يعني كيعرف يهضر ابيض وموستاج. انت داك ما عنده زغبه ديال ما عنده زغبه وحده ما كايناش في وجهه. ماشي مشكل. يعني واحد المره صونيت لي نهار كان في طنجه، قلت لي انا كنتحداك. اشنو قال لي؟ كان قال لي اتونسيون قال قبل حنا غندوزو لها اتونسيون هذيك راه تشهير. قلت له شمن تشهير؟ فين عمرني عيرتك فين عمرني سبيتك؟ انت شخصيه معروفه ومن حقي اني نتحداك. وقول لي يلا جي عندي لطنجه. قلت له ما غنقدرش نجي لعندك لطنجه حتى تجي لاكادير. ونهار جا لاكادير راكم شو الدروينه اللي دازت بيني وبينه، هو اللي جبد هذه القضيه هذه. نهار جا لاكادير كل المره الاولى ما بيضقنيش ديك التبيضيقه اللي خشاني وسط الطوموبيل ولعب عليا التمثيليه هذه كامله بلا ما نهضر لكم على هذا الفيلم لان الفيديو غيكون حامض. بقيت كنذكر لكم السيناريو، ما كنتش غادي نرقاق وما كنتش غادي نضعف وما كانتش الحاله الصحيه ديالي غادي تطيح وما كنتش غادي ندير ديك الشوها في الكومبا. باش ما كتفكرش انك يعني تحترف الكيك بوكسين؟ انا راه محترف باش نوضح لك هذه المساله. انت في نادي؟ انا كنت في عده نوادي باش نوضح لك هذه المساله هذه. يعني كنت في عده نوادي بلا ما نسميهم. ترينيت عند امين، ترينت في لاصال ديال الوليد اللي هو هذا، وترينت في لاصال ديال حماميسة. اسمح لي لان هادشي راه تنين في عده في عده وعد علي الدمناتي البطولات. يعني البطولات صراحه ما كذبش عليكم، يعني انا ما كنبغيش نشارك في البطولات. علاش؟ لان عندي فاميلي ديال الرياضيه، حنا راه ولاد سبور ولاد الضامين، كنشوف ان هادشي غير شفره. حتى كتطلع حتى كتولي سبورتيف وكيجي واحد كينصب عليك. انا كنترين باش ندير قتال الشوارع، فهمتيني؟ كنترين باش نبين راسي. انا هذه قناه في اليوتيوب، انا بغيت نبين راسي غنبين انا في الفيديوهات بلا ما حتى شي واحد يبيني. صراحه انا عمري فكرت، ولكن مره واحده اللي كنت دخلت الاولمبيات في التايكوندو عند بوشعيب. يعني عندي الصمطه الحمراء يعني كنت، ولكن ما كملتش بحكم انني كنت طرا لي خلاف هنا في يديا، يعني لابس تريكو. المهم عقلوا على هذه الهضره اللي نقول لكم مزيان. كنت كليت واحد الضربه هنايا. المهم اللي متابعيني راه اصلا عندي انا متابعين، ملي غادي ندخل القناه ديالي غادي تشوفوا انني عندي واحد الضربه هنايا. الضربه هذه نقولوا ولا بلاش؟ قول
المهم رجع الفيديوهات القدام ديالي راك دويت على الحديث اللي كان طرا لي هنايا. كانت واحد الدريه باغا تكريسه يعني شحال هادي دايز على مارتشي 3 سنين في 2017. انا دخلت باش نعاونها، راه الوالده اصلا قالت لك انا كنتخرج راسي في شي امور اللي ماشي تالي. يعني ملي دخلت الدريه هربت، وبقيت انا ودوك الثلاثه اللي كانوا باغيين يكريسيوها، هما شافوا كانني ضيعت لهم لافير ديالهم. فاشنو دار هذاك؟ جبدها عليا. وانا في واحد القاعده يعني اني ما كنخافش هاد القضيه، راه عارفين الكبير والصغير، علاش بنادم عطيني اتساع؟ ما كنخافش ونفسي حاره. فملي جبد عليا قلت ليه اجي ضرب. انا كان كيتسحب لي غير كيضحك السيد، ضربها بصح السيد، دخلها فيه هنا بصح تبع العظم. لا ما عقلوا على الهضره اللي كنقول لكم مزيان، راه غنبين لكم شحال من الغرزه عندي هنا في اليد. صافي لا 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 باقي هو هذاك. باقي وبقيت واحد عام وانا كنخيط كانوا مشاو لي العصبات ومشاو لي العروقه ومشاو لي اللحم. وكما كانش خالي يعني كنت قطعت لي يدي. تحيه لخالي راه عزيز عليا بزاف، يعني راه هو الاب الثاني ديالي، هو اللي داني الطوموبيل ديالو، خسر عليا الفلوس وخسر عليا بزاف ديال الامور. وخا الوالد حتى هو الوالد خسر عليا، ولكن كيبقى الفضل على خالي يعني بسبب ديالو باش الايد باقا كيف ما هي. صافي انا دويت لك غير على الحديث فهمتيني، بلا ما نتعمق معك في الموضوع، لان الهضره لان الفيديو خصيصا للملولي. هادشي علاش دابا بلاتي بغيت نقول ان الملولي ملي كيبدا يتصور العباد الله، دخلت وسط الجنه ودخلت وسط الملقاط ودخلت، واش كاين في فيلم الرساله نتاع الملولي؟ حنا مدوزين الحرب ديال بصح وما عمرنا قلنا داكشي اللي كتقول نتايا. اقسم بالله العلي العظيم تدخل للحياه ديالي غتشوف الخبايا اللي دوز نزار ما مدوش منهم الملولي ولو الربع. ملي كيجي كيتصور عليكم الملولي انا هادي وانا هادي، راه البطل هو اللي ما مبينش راسو، راه كاينين ابطال اللي كبار اللي احسن مني واحسن منك، وما عندهمش لاشينات وما عندهمش القنوات وما عندهمش هاد الفرصه اللي عندنا انا وياك الملولي. يعني انت راه لا شيء باش تبان قدام فاطمه الزهراء ديال اكس ديال شوف تي في عفوا، وتمشي تقول انا الرقم واحد. اكو كنت الرقم واحد كون طيحتيني بعدا انا بالكاو، ياك انا ساليت بعد ما تحديتك، كنت ساليتك تعيت ابلات بلاتي. بغيت نقول هاد الهضره هادي ضروري، نتمنى نهضر مزيان. بالنسبه للناس اللي كيقولوا انني كنخاف وانني غالب عليا الخوف وانني شوهت قدام الملولي، كيف يعقل واحد الانسان اللي الحاله الصحيه ديالو كانت مدمره والحاله النفسيه ديالو كانت مدمره وما قادرش على العصا وما قادرش على السبور؟ انا كندوي على الابطال ما كندويش على العاديين غنشدوا واحد نقسموا على ثلاثه، يعني واحد زعما بحال الملولي ماشي شي نيفو، ولكن زعما الملولي متريني واحد شويه. وملي كيصوني عليا الملولي كيقول لي اجي باش نتحداك، اجي باش ترد الشرف ديالك، كيف ما كيقول هو انا اللي مشيت لعندو بغيتي نسمع عليه الهلال، راه ما عنديش انا غرام ديال المشكل. انا كنقول لكم راه الصحفي هو اللي قال لي ما تبينش، راه كلشي عندي انا في التليفون. قال لي اجي باش ترد الشرف ديالك واجي باش هادي واجي باش هادي. وانا عارف هادشي داروا غير على اساس البوز، انا ضربت عصفورين بحجره واحده، هادشي غادي في اطار البوز وهادشي غادي باش نفرشخ الملولي ونتاقم منه. مشيت واش هادشي بحد ذاته راه انجاز عظيم؟ يعني انا خاصني نقول الصحه ديالي مدمره، يقدر يطيحني الملولي بالكاو، ونقدر انا نتشوه عاوتاني قدام المغاربه كيف ما بيض كيف ما تشوهت على ديك التبيضيقه اللي دار لي المره الاولى. مشيت انا ديت المناجر ديالي، مشيت للطوموبيل ديال المناجر ديالي اللي هو منعم الزروالي. صافي حنا مشيو، تخيل معايا ملي كتوقف قدام الرينغ وكتلبس الليغات، راه هادشي راه بحد ذاته راه انتحار. هادشي قبل ما نعرف النيفو ديال الملولي، انا كون كان كيتسحب لي النيفو ديال الملولي غادي يكون بحال الدريه اللي كتضرب مع خمس سنين وكتضرب حسن منه. والله الا واحد المره شافتني كنضرب مع واحد السيده هي تصرفقني، والضربه والوجه ديالي تعكل، هو راه ضربني الملولي والوجه ديالي باقي فاس الامور، باقي هو هذاك. نكمل لك. تخيل معايا دابا انا الصحه ديالي مدمره وكنلبس الليغات والملولي، يعني من فوق راكم عارفين بنادم اللي كيدير القويلبات ديال الغلط ولابس السروال ديال غيطه بقيده غيطه، راكم عارف الانسان كيكون شويه. انا لبست الليغات ورغم ذلك طحت انا وياه ومشيت زاعم عليه. واش هادشي بغيتكم دابا تفسروه ليا في لي كومونتير دابا دير كومونتير دابا، واش هادشي واش انتحار ولا ماشي خوف ولا باغي ندير البوز؟ هادشي اللي بغيتكم توضحوا لي. واحد الانسان اللي النفسيه ديالو مدمره بعد من السبور كيتحدى واحد بحال الملولي اللي شبعان اشهارات. الكومبات الثانيه ان شاء الله غادي تكون بعد 20 يوم ان شاء الله ولا 25 يوم، على ما يكون نزار في حاله جيده ويبريباري مزيان، وان شاء الله يكون الفوز للنزار وحنا طايقين فيه. ايوا انتم ان شاء الله كما شفتوا جيتوا على غفله وشفتوا انه كيفاش كيضرب الساك وانه كيفاش كيتريني بالفيزيك ديالو، كيفاش كيوجد يعني كيهيئ راسو باش انه يكون في احسن نيفو، ماشي بحال ديك المزال اللي كانت طرات بينه وبين الملولي. وهذه المره غادي يكون داك الشيء قانوني وفصال بالرينغ ديالو بمسائل ديالو، وان شاء الله كنتمنوا انه يشرفنا وما يحشمناش ونزار تا هو راه بطل. هذا الشيء اللي كاين.